كمان وانا بتكلم عن ماتش النهارده، خليني اخد على التليفون احد نجوم نادي الزمالك السابقين وطبعا نجوم منتخب مصر السابقين، كابتن عبد اللطيف الدوماني. دوما مساء الخير عليك. كابتن محمد زي حضرتك طبعا فريق مصر المشاهدين، والف مبروك طبعا الزمالك ولعبته الحمد لله. حبيبي يا دوما، يمكن اتكلمت معاك قبل الماتش وانت كان ليك وجهه نظر ان طبعا ماتشات بيراميدز ماتشات مختلفه وحسب مين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده، وعندك فرقه تقيله جدا جدا. انا واحد من الناس شايف ده اقوى سكواد موجود لانه منتظم وبقاله سنين طويله بيعمل في السكواد ده، يعني بيبني كل فتره انتقالات عنده من المرونه وعنده من الفلوس ومن الامكانيات انه يعدل ويعير ويجيب ويشتري، فده طبعا عايز استقرار. فالحقيقه بيراميدز منعم بده ومنعم بده يعني، فدي طبعا نقطه مهمه. انا بسمي مباراه النهارده ده نهائي مبكر في السوبر المصري، طبعا مع احترامنا اكيد لنادي الاهلي ونادي سيراميك كليوباترا، بس انا شايف حجم المنافسه وحجم لو ناخد ان فريق مصنف وفريق تمام، يعني بيراميدز من الفرق اللي نقدر نقول عليها كانت كمان الناس بتراهن عليها ان يكون موجود ويقدر يوصل للمباراه النهائيه طبعا بحجم اللعيبه، وكمان لسه راجع من كاس مصريه. يمكن يعني مش عايز اطول معاك قوي قوي في السؤال، بس عايز اخد وجهه نظرك انت عن المباراه، وشايف احنا ممكن نستفيد من مباراه النهارده ازاي، وايه الحاجه اللي احنا محتاجين نعالجها. اولا يا كابتن الف مبروك طبعا للمنظومه كلها، والحمد لله يعني ده الطبيعي نادي الزمالك طبعا في النهائي، وده شيء متوقع وشيء طبيعي، ولكن زي ما حضرتك اشرت انت بتلعب فريق قوي جدا، فريق بيزيد قوه كابتن موسم عن موسم، يعني في بعض الاوقات كده ممكن يجي فريق قوي يقل الموسم اللي بعديه، او الكواليتي اللي عنده ما بقاش بنفس قوه الموسم، لكن هو كل موسم عن موسم بيزيد في كل المراحل وفي كل الخطوط، وحتى دكته النهارده كابتن البدلاء عنده يعني يحدثوا فارق مع اي فريق، فبالتالي فريق كامل متكامل، فريق عنده كل الامكانيات البشريه والماديه، عنده فريق كان دايما يقولوا ما عندوش طموح البطوله، اخذ بطوله طبعا الكاس، فبالتالي بقى اداله ثقه. فالنهارده زي ما حضرتك اشرت نهائي مبكر طبعا، مباراه نادي الزمالك مكسب مهم، مكسب معنوي، مكسب كبير، مكسب في ثقه كابتن لجوانب كثيره جدا جدا. لما توصل نهائي كابتن على حساب بيراميدز الامور بتختلف بعض الشيء، لكن انا ممكن اوصل نهائي في ضمن نهائيات على فرق في المتناول، ولكن لما توصل على حساب نادي بيراميدز فاعتقد ان ده يدل ان نادي الزمالك نادي كبير وشخصيه بطوله وشخصيه فريق ان شاء الله قابل ان هو ياخد البطوله باذن الله. فده على الجانب اللي لازم ندي بيراميدز شخصيه حقه طبعا النهارده، لانه قدم مباراه بشكل جيد جدا، وكان ندي قوي جدا جدا لنادي الزمالك، فبالتالي نقول له هارد لك ومبروك لنادي الزمالك. طب حضرتك النهارده الناحيه الفنيه بقى، لو كلمتك عن نادي الزمالك من الناحيه الفنيه يا دوماني، واكيد طبعا احنا عارفين ان انا وجهه نظري اني شايف ان دونجا وعمر جابر فارقين بشكل كبير جدا جدا، خاصه في حته استرجاع الكره سريعا وحته فرض الاستحواذ. بص يا كابتن، هو عمر فارق بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه. طبعا مش عايزين نظلم محمد النهارده، يعني راجل ادى بشكل جيد جدا، بشكل كويس بشكل طبعا. الناحيه الدفاعيه كان على مستوى عالي جدا، من الالتزام الدفاعي، من الجوانب الدفاعيه، من الضغط، من المراقبه. حضرتك بتلعب فريق قوي جدا النهارده، حضرتك بتلعب اقوى 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 فريق من الناحيه الهجوميه في مصر، تمام؟ فبالتالي النهارده بنلاقي رمضان صبحي في افضل حالاته النهارده، بنلاقي ابراهيم عادل اثنين، رمضان طبعا من افضل لعيبه في مصر في المنطقه دي، وبالتالي ابراهيم عادل جايب معنويات مرتفعه مع منتخب مصر طبعا الفتره الاخيره، فطبعا حاجه تحسب لمحمد شحاته، مش مركزه ولكن ادى بشكل جيد جدا، ولكن خلينا نتكلم في الناحيه الدفاعيه فقط يعني، وطبعا هو معذور بعض الشيء. عمر جابر انت فقدت قوتك الهجوميه النهارده، عمر كان بيمتاز بالتنظيم الدفاعي والناحيه الدفاعيه وتمركزه طبعا وترحيله وكل شيء، ولكن كان بيميزه اكتر انه كان بيزيد في الناحيه الهجوميه، فكان بيعمل لنا شكل من ناحيه اليمين طبعا، يعني بيعرف يعمل جبهه مع اللعيب اللي قدامه. اكيد طبعا يا كابتن، هو عنده رؤيه وكرات عرضيه وراجل بيكمل بشكل كويس، ومن اللعيبه اللي هم تقال في اللمسه الاخيره يا كابتن محمد من بروش روبر وخلاص، لا ممكن يعمل باك باص، ممكن يلعب على البعيده، بيختار هو عنده توقيته ان هو يقدر يختار، ودي ميزه طبعا كبيره جدا. يعني افتقدنا عمر النهارده، وخاصه لما ناصر ماهي كان بيميل شويه ناحيه اليمين، كان بيفضل نص الملعب بعض الشيء النهارده، لان احنا مفتقدين ناحيه اليمين، فبالتالي محمد شحاته واقف، فكان اللي بيميل بيقوم بالادوار الهجوميه كان النهارده ناصر، فبالتالي ما كانش برضه مكان ناصر، صنع جون النهارده واسيست عالمي النهارده، ولكن كان بيميل بعض الشيء ناحيه اليمين، ففقدناه في الحته كابتن اللي هي تحت الفرود اللي كنا نقدر نوصل منها من العمق
افضل بكتير يعني. ولكن دونجا برضو مؤثر، مؤثر بشكل كبير جدا جدا جدا. دونجا النهارده او من اقل مباريات نادي الزمالك استحواذ النهارده، يعني النهارده كنا بنلاقي الكره واحده والثانيه ممكن تلعبها على جنب بالجناب. لما دونجا كان موجود يا كابتن كان بيحصل استحواذ كبير ووقته طويل لغايه ما بنلاقي الثغره او المساحه عشان نشتغل فيها، او كمان لما بتفقد الكره بتسترجعها بسرعه بسبب وجود دونجا. دونجا ما شاء الله من افضل لعيبه يا كابتن في مصر الحقيقه في اللعبه الثانيه، وفي الضغط وفي استخلاص الكره. وفي ميزه كمان كانت بتستخلص من غير فاول، بتستخلص من غير مثلا خطا، فدي ميزه كبيره جدا، بيرجع الكره في اقل عدد من لمسات من الفريق المنافس واقل عدد من الزمن. وده اللاعب اي حد مدرب يتمنى طبعا النوعيه دي، فرق كتير جدا. والنهارده يمكن عبد الله السعيد مش عبد الله اللي احنا نعرفه، لكن طبعا ادى بشكل كويس، ولكن افتقدنا لدونجا كابتن ما خلاش عبد الله يلعب باريحيه زي ما احنا زي ما احنا كنا شايفين، لان برضو عبد الله كان بيزيد ويبقى مطمن ان دونجا في ظهره. دونجا كان من نوعيه كابتن هو بنشوف اشاراته في الملعب كجمهور، حتى احنا يقول لك زيد عبد الله زيد ناصر، بيبقى هو طبعا يقول لهم زيدوا سيبوني في الملعب، فبالتالي وصل من حاله من النضج ان هو يقدر ما شاء الله يلعب سته لوحده في ماتشات كبيره يعني. لكن اللي مش عايزين طبعا نبخس محمد ولا زياد، لعيبه مجتهده، لعيبه قاتلوا النهارده، لعيبه شاركوا في المكسب، وده المهم يا كابتن يعني. مش نادي الزمالك نادي كبير يعني، مش كان نفترض ان دونجا لا قدر الله اصابته مش هيلعب المباراه الجايه. ان شاء الله زياد موجود، ممكن يدخل شحاته في نص الملعب، البركه في الموجودين، ونادي الزمالك ما بيقفش على اللاعب. واتمنى ان شاء الله التوفيق يا كابتن في الفتره الجايه والمباراه النهائيه ان شاء الله. يعني توقعاتك انه ممكن يبدا بنفس الطريقه، ولا انا عندي توقعات ان شاء الله ان عمر جابر، او معلومات ان باذن الله عمر جابر يلحق الماتش الجاي، فطبعا هل الراجل ممكن يغامر ويبدا بيه من البدايه، ولا يفضل انه يحافظ عليه ويريحه؟ لا يا كابتن، لا انا وجهه نظري يلعب كابتن عمر، عنده من الخبرات اللي هو يقدر يشارك ويقدر يوزع مجهوده ويقدر يقسم المباراه كيفما يشاء. عمر قوه كبيره جدا، ذاته كبيره جدا، فبالتالي انت كابتن لما بتلعب عمر بيبقى في عنصرين مهمين جدا جدا بيتضافوا في المباراه النهائيه. عمر بنستفاد منه ناحيه اليمين، وجهه نظر محمد شحاته بيخش في مركزه الاصلي السته جنب عبد الله وتحت ناصر، اعتقد يبقى انت كابتن جبت عنصرين مهمين جدا. صح، يبقى عنصرين مهمين جدا، كسبت انت لاعبين شحاته في مكانه الاصلي وعمر في مكانه الاصلي، فاعتقد الناحيه التنظيميه هتبقى افضل، الخطوط هتبقى افضل، الجبهات هتبقى افضل. في الحاله دي يا كابتن مش هنخلي ناصر مجهود ناصر وامكانيات ناصر اللي هي في العمق يا كابتن، سواء تسديد او سواء 1 2 او سواء اختراق من العمق او سواء مثلا ثرو من العمق، ما لقيناش كنا بنتطرف كتير ناحيه اليمين. صنع هدف، ولكن لو عمر موجود يا كابتن ناحيه اليمين اعتقد ناصر هيبقى في مكانه، اللي هيبقى مجهوده اكتر، هيبقى القدرات البشريه بتاعته هتظهر بشكل اكبر. نتمنى التوفيق يا كابتن، وانا وجهه نظري ان شاء الله نادي الزمالك، انا شفت المباراتين النهارده، لا نادي الزمالك طبعا كل مباراه لها ظروفها يا كابتن، طبعا تقول يعني الزمالك اهلي اهلي الزمالك، اعتقد بتبقى 50-50، ولكن لو اللي احنا شفناه النهارده لا نادي الزمالك الاقرب باذن الله. في كابتن في عايز اقول ملحوظه، في ثقه موجوده يا كابتن. ايوه برافو عليك. في ثقه موجوده بشكل كبير جدا، اما نادي الزمالك لما بتستقبل هدف يا كابتن كنا بنشوفه قبل كده ممكن حاله من الفوضى الدفاعيه بتحصل. واخد بال حضرتك دايما لما الفرقه يعني بيخش فيها جون بنلاقي فوضى في الدفاع، النهارده لا، في التزام وفي انضباط وفي تنظيم دفاعي، وحاسين في اي وقت يا كابتن هنجيب جون في اي وقت. وده النهارده اللي حصل. كابتن انت بتلعب فرقه قويه جدا 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 جدا. انا يا دوماني انا بتطلع رمضان صبحي وابراهيم عادل من افضل اثنين لعيبه كوره في مصر، بتنزل مكانهم مين؟ اوباما ومصطفى فتحي، اثنين من افضل لعيبه الكوره في مصر. اللي راحوا سيراميكا النهارده زلاكا وسلام عيسى. طبعا لا كابتن، فرقه كبيره، فرقه محترمه، وحاجه تشرف الكره المصريه. لا وبعدين بقول لك ايه يا دوماني، ده عندهم محترفين على اعلى مستوى، صديق جولا ولا شيبي ولا فيستون مايلي ولا وليد الكارتي، يعني فرقه. وكمان لا ده انا نسيت كمان بلاد توريه، يعني خمس لعيبه. ما ده برضه يحسب لنادي الزمالك يا كابتن في الظروف اللي نادي الزمالك فيها دي، والاصابات والصفقات والقيد والامور دي كلها، ونادي الزمالك بيكسب النهارده الناس يعني. نادي الزمالك نادي كبير، ولكن بيلعب مين النهارده يا كابتن؟ الناس مش واخده بالها بيلعب مين النهارده. يعني الناس طبيعي لازم يكسب اي فريق، ولكن كواليتي بيراميدز فريق مرعب الحقيقه، مستقر يعني مرعب يعني. فريق مستقر جدا بقاله اكتر من موسم واكتر من فتره انتقالات، بيدعم فريقته وبيعير اللي بيعير وبيشتري اللي بيشتري، يعني دايما بقول ايه، فريق بيشتغل بيبني بشكل هادي وبشكل مستمر، فطبيعي انه يبقى بالقوه دي لما يكون عندك الفرصه وامكانيات كمان الماديه.
تمام يا كابتن، انا كلمت حضرتك قبل كده الاسبوع اللي فات واستعرضنا وقلنا توقعاتنا ان احنا ان شاء الله هنوصل النهائي ان شاء الله، برضو من خلال وشك الجميل المبتسم ده ان شاء الله كده ان شاء الله دوم. ناخد السوبر باذن الله يا رب يا رب الماتش ان شاء الله، ونتقابل بعد المباراه في المداخله واجي لك ان شاء الله. يا اكتر لعيب لفت نظرك النهارده من الزمالك وعجبك ادائه ولعبه؟ والله بص النهارده نتكلم واجد مصدر ناصر مصر يعني النهارده الاسيست اللي عمله ده العالمي ده، وحاول يعمل حاجات يا كابتن ما بنشوفهاش بقالنا فتره كده، الحركه الانتقاليه وحاجات عكس التوقع والجراه يا كابتن في ان هو عاوز يخترق من العمق بمهاره فرديه منه. النهارده في شغل جماعه يا كابتن بيتعمل، وفي شغل فردي بيتعمل، وحاجات نزلت بصراحه في الاونه الاخيره دي بيعمل حاجه ممتازه جدا، سواء الاستحواذ سواء الانتشار سواء الشغل الجماعي، وفي نفس الوقت عندك قدرات، عندك زيزو لما بيعمل واحد الواحد بيعدي، نصر بيعدي. بنتكلم في الجزيره النهارده يا كابتن من انصاف فرص النهارده، الراجل النهارده عايش مع كوره ومتوقع كوره كابتن، عمل لو عدت الجون يا كابتن او الجون ده عكس بتاع نصر منسي في الاهلي على البعيده صح، النصر راح على البعيده وراح على القريبه. النهارده الجزيره عكس، راح على القريبه وقام جاي كابتن راح على البعيده، فطبعا احنا خدنا بالنا من دي. الفنت اللي عمله ده كابتن مش اي مهاجم يعمله صح، يعني خلى اللاعب طبعا يبص على الكوره، والراجل في التوقيت اللي الراجل نصر بيلعب فيه الكوره اتحرك على البعيده، فده ذكاء مهاجم. صح عندك حاجه طبعا، وكمان الكلام ده بيقول الدوماني يا جماعه، الدوماني ده كان فارق جامد جدا على فكره، وكان قناص كبير يعني في ال 18. حبيبي يا كابتن محمد ربنا يخليكم ان شاء الله، كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله ورجعنا بالبطوله الغاليه دي ان شاء الله. ان شاء الله يا دوب. طبعا كل الشكر لنجم الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق والهداف طبعا السابق للدوري المصري بشكل عام كابتن عبد اللطيف الدوماني، بشكرك شكرا جزيلا.